بروتة يعني منذ الصغر اكيد كنت كسلان وبيقول لك يا بروتة. لا يا فندم، ده اللي يحبني يقول لي يا بروتة. انت عارف يعني ايه بروتة؟ يعني ايه بروتة؟ بروتة يعني واحد ما عندوش طموح وواحد كده كسلان وقاعد بروتة كده كده بروتة ما بيعملش حاجة. مين اللي قال لحضرتك المعلومات دي؟ كلنا عارفين بروتة يعني كده. والله ده انا مكسوف لك والله. مكسوف؟ انت هتجنني يا ابني. يا فندم بروتة دي حاجة جميلة جدا، بقول لك اسمي منذ الصغر. يلا يلا يلا، انت مش عارف يعني ايه بروتة، امشي امشي. يا فندم انت حضرتك اللي مش عارف. يعني ايه؟ طب عرفني يعني ايه بروتة. طب اقول لك بس ما تجيبش سيرة لحد. لا مش هجيب سيرة لحد. اصل انا ممكن اتحسد اتحقد. تتحسد تتحقد؟ اه. لا ما تخافش، ما حدش هيحقدك. طب هقول لك بس يبقى ايه الكلام بيني وبينك. خلاص انا موافق. طب تعالى. اجي فين؟ تعالى ثانية. اقدر. لا ما انا هقول لك بيني وبينك. طب اوعى. طيب. ايوه. لا ليه؟ بقول لك ايه، الدنيا حر ما تقلقنيش. ما حدش يشخط. بقول لك ايه؟ لا والله. انت هتستهبل؟ لا ده انا خايف لازم الكلام يبقى بيني وبينك. طب قول كده. لا اصل انا ممكن اتحسد اتحقد. انت ايه مجنون النهارده؟ لا معلش معلش عشان. ايه هلا؟ لا عشان خاطر. اوعى. عشان خاطر بقول لك ده انا يعني. يا هاني في ايه؟ انت في ايه؟ تصبط؟ لا عشان خاطر. انت عارف اني بتضايق من كده بقى ما تضايقنيش. لا والله. اه يا فندم. ايه ده؟ انت مجنون؟ معلش يا ابني اوعى. عشان خاطري عشان خاطري. بقول لك ايه؟ يا رب يا رب باباك يبقى ظابط يا رب. تعالى بابا يبقى. تعالى ما تستهبلش. والله عشان خاطري. اوعى. ايه ده؟ انت بتلبس حاجه تخلف قوي. ما تقلقش عشان خاطري. ما تعصبنيش. وانت ليه عصب؟ ما تعصبنيش. خليك سريلك. يعني ايه خليك من نوع السريلك شيشيشن كده؟ سريلك؟ اه بس هقول لحضرتك. اتفضل قول. بس ايه؟ عشان انا بس قلقان الحيطان ليها ودان ومحدش راكب لها حلقان ودي مشكله. انا هقول لك إيه. لا ما تقلقش هركب لها حلقان. خلاص اتفضل بقى قول لي ايه بقى بروتة ايه. بس ما تجيبش سيره. مش هجيب. اصل انا امي ست عظيم 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 اعظم عظمات الستات. شفت بقى يعني انت مبهدلني البهدله دي كلها عشان تقول لي امي ست عظيم 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 اعظم عظمات الستات. طبعا. طب وايه يعني؟ ما احنا كل امهاتنا. لا انا ما جبت سيره امهات تانية، انا بقول امي انا العظيمه. يعني ايه؟ طب خلاص امي انا كمان. انا ما جبت سيره ستات تانية. في ايه بس؟ امي انا العظيمه، مامتي في ريال هي اعظم عظمات الستات. يا سلام، يعني عشان ماما في ريال تبقى اعظم عظمات الستات؟ طبعا لو مش عظيمه ما تبقاش في ريال. امال تبقى ايه؟ تبقى في 10 ساخ في شيلن في فرقة. لا ماما في ريال. امك بتنزل ترن كده. في ريال. ست عظيمه. عظيمه الحقيقه. انت ما تعرفش عظمه ماما قد ايه؟ لا ما خلاص عرفنا انها في ريال. انا اقول لك عظمتها. تاني برضه؟ ثانيه واحده ثانيه واحده. اتفضل قول. بس انت ما انتش عارف انت بتكرهني. ماما دي عاديه كده؟ لا عاديه؟ دي اعظم عظمات دي في ريال. اعظم عظمات الستات. في ايه بقى يعني؟ اقول لي. امي قبل ما تولدني. ايوه. كانت حامل فيا. عظيمة. لا ده بالرسمي. والله يا اهبل رسمي. شفت؟ قبل ما تولدك كانت حامل فيك. بس ما تجيبش سيرة لحد. لا مش هجيب سيرة. ده سر فظيع. ويعني؟ اللي ويعني؟ ما احنا كل امهاتنا قبل. حامل في عادل هتقولي لا. شفت يا فندم؟ يا سلام على مامتك في ريال، دي عظيمه 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 اعظم عظمات الستات. بص مش كنت زهقان منك انك بتحضني؟ هنتحر. احضني. تعال يلا. تعال قول. انت فكرك امي زي بقيه الامهات؟ في ايه؟ ولا مثلا حملها زي بقيه الحملات؟ حملات ايه؟ يعني حملها مختلف؟ طبعا مختلف. في ايه يعني؟ عظيمه. يعني ايه؟ يعني ايه عظيمه؟ يعني كل الستات حامل من بطنها كده؟ امك حامل رقبتها. إيه؟ تقعد رقبتها تكبر 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 وتمشي في الشارع كده بقى، وبعدين تقول تقوم جايباك من ودنها مثلا. ايه اللي حملها مختلف ده؟ ايه يا فندم؟ ده انت غريب قوي اصلا. انت بتقلل ليه من عظمه عظمات امي؟ ما انت بتقول كلام غريب برضه عادي. اللي تكبر تكبر وبعدين هي زرافه. وهي الزرافه حامل من رقبتها يا ابني.
اسمع ان هي وسيد قشطه بيعملوا حركات مش مظبوطه اليومين دول. لا والله يا فندم وامي انا العظيم تعالى بس ايه بس انا هقول لك يا فندم. اتفضل قول. اصل انا امي لما كانت حامل فيا ايوه ما كانش بطنها كبير. امال كانت ايه؟ طويله. طويله؟ لا يا راجل. امال ايه يعني كل الستات بطنها عامله كده؟ ده الستات. ماما بقى بطنها عامله كده. ايوه لقدام كده. ايوه امك كانت حامل في مدخنه. والله وانت نايم جوه كده بقى كده؟ صح هايلة. ولو تخش على زحمة بقى بطنها الطويلة دي وسع وسع. ايه ولا ايه ولا اكيد حضرتك شفت ماما في الريال. لا شيء متوقع الحقيقة. نهاية. طب قول لي بقى. نعم. ماما بقى اللي حملها مختلف ببطنها الطويلة دي لما كانت بتقعد في البيت بقى يعني كانت بتقعد ازاي يعني ببطنها دي كده؟ ماما لما كانت تقعد مثلا على الفوتيل في الصالة كان لازم نفتح باب الشقة عشان بس ايه لان الصالة عندنا كنزة شوية يعني فيها كنزة شوية؟ فيها كنازة فتفتحوا باب الشقة لازم عشان بطني تاخد راحتها بس. الله. يعني انت واخواتك بقى تقول لكم يا ولاد انا هقعد في الصالة فتشيلوا بطن ماما بقى شيلوا قدامي هلا كده 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 وترمي بره باب الشقه مش كده؟ بيحصل ولو ناس بقى جايين يزوروا الناس اللي فوقيكوا ايوه طالعين على السلم يلاقوا بطل في ريال يعدوا يقوموا طالعين عادي كده مش كده؟ بس لازم قبليها نحط فردة كاوتش قبل بطنها؟ عشان ما حدش بس ايه يخبط في بطن ماما. طب زيادة حرص بقى بولعه في الكاوتش ده عشان تبقى باينة. ممكن نبقى نعمل كده. طب هاي جديد بقى. طيب قول لي بقى. نعم. لما ماما بقى بتقعد كده عايزين بقى نخش في مرحلة النوم. النوم؟ لما ماما تحب تنام بقى بطنها الطويلة دي بقى بتنام على السرير بقى وتقوم مقلوبة على جنبها كده. لا! أنا أمي ما تنامش على جنبها. أنا أمي عظيمة تنام على ظهرها وبطنها تبقى طالعة كده. تنام على ظهرها وبطنها لفوق كده. في شموخ. والله. طبعًا. كانت بتنام فين؟ كانت بتنام في المنور. في المنور؟ عشان البطن تاخد راحتها. منور مفتوح بقى للسما كده. طبعا ما شاء الله. تنام بقى كده اهو وبطنها طالعه فوق كده اهو شموخ. وبالليل بقى يخش حرامي على المنور وبعدين عايز يطلع يقوم قافش بطن ماما ويبدا يطلع 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 ويقوم داخل بقى عشان يسرق. طبعا يا فندم اصل الحقيقه يعني مهما حكيت لك انت تعرف الدكتور لما كان يجي يكشف على ماما كان يتوتر أكيد. ده كان بيتعالج نفسيا بسبب ماما. ده الله يكون في عونه. كان بيكشف عليها وهي نايمة في المنور؟ لا والله. طبعا. يعني هتبقى نايمة كده وبطنها طالعة فوق كده. دكتور يطلع بقى فوق السطوح. أيوه. عشان يكشف على ماما. أيوه. يحط إيده بس يا دوبك من فوق السور كده. إيه يا مدام؟ إيه الأخبار يا مدام؟ وأنت واقف جوه كده. هايل والله عظيم عظيم. والله ده الدكتور ده كان بيتعالج نفسيا بشكل غير ده انت عارف اعراض الحمل عند ماما طبعا مختلفه. ليه بقى؟ كل الستات اللي بتبقى حامل تقول لك انا حاسه بدوخه. لا ده الستات. امال ماما ايه بقى؟ الدكتور كان يجي يسالنا الست دي بتدوخ؟ نقول له لا. كان يعمل ايه؟ يكتب لها على مراجيح. مراجيح؟ يكتب المراجيح ويقطع رشتها كده. والله. والله واحنا مرجيحة. ناخد ماما ناخد ماما نوديها الملاهي ندوخها ونرجعها تاني. ما شاء الله. يقول لك ده مهم عشان صحه الجنين. اللي هو انت الجنين يعني؟ امال انا تنين ولا ايه؟ لا ده انت جنين وسيد الجنانين كلها. ده الدكتور قاعد يعالج في ماما يعالج في ماما لغايه لما جه اليوم التاريخي. ايوه لسه اعرف بقى اليوم التاريخي بقى يوم الولاده. لا يوم الطلق. يوم الطلق؟ هو حضرتك ما سمعتش عن طلق في الريال؟ هو طلق في الريال مشهور قوي كده؟ حضرتك ما قريتش تاريخ؟ لا الحقيقة ما أعرفش إن طلق ماما نزل في التاريخ. طب ما شفتش حدث في مثل هذا اليوم 26/10؟ لا بجد؟ لا ما حصليش شرف. يا فندم ده أنا أم الست الوحيدة اللي جالها الطلق بعد الولادة. إيه؟ جالها الطلق بعد الولادة؟ بخمس سنين. وأنت كنت فين؟ أنا كنت في كيشي وان. يعني أنت في المدرسة وماما بتطلق فيك في البيت. ما شاء الله يا ست في الليل. نسيت اقول لك على يوم الولاده. نفسي اعرف. ده الدكتور قعد يولد في ماما يولد في ماما استخدم كل وسائل الولاده اللي في العالم فشل. فشل؟ طبعا. عمل ايه؟ انتحر. ارتاح. بعدنا جبنا دكاتره كتير عشان تعالج تولد ماما وتعالج. انا لا انسى مجهود رجال الاسعاف في اليوم ده.
رجاله اسعاف عملوا ايه؟ لا انسى لهم الشكر والجميل. عملوا ايه بتوع الاسعاف؟ كانوا قاعدين رايحين يشيلوا في الدكاتره، يشيلوا في الدكاتره. خلصتوا على دكاتره البلد؟ يا فندم ده السنه اللي انا اتولدت فيها كليه الطب قبلت من 20%. ما شاء اوكازيون مجاميع في ريال. هايل والله من 20%. والحكومه طلعت بيان ونقابه الاطباء شجبت. وامي قالت ايه ده؟ انا مش عايز حد يولدني. انا هتصرف. عملت ايه بقى؟ عملت كده. يلا يا عادل. وبعدين نزل عادل. والناس قالوا ايه ده؟ ده بروتا. والله نسيت ان الموضوع على بروتا. كل ده عشان سألتك يعني ايه بروتا؟ كان يتقطع لساني قبل ما اسأل. يا سلام يا فريال عظيمة. شفت يا فريال عظيمة قالت ايه ده؟ انا مش عايز حد يولدني. قالت انا هتصرف. يلا يا عادل. قام نازل عادل قالوا ايه ده؟ ده بروتا. فجأة عادل عشان يقرفني انا. يقرفك؟ ولا عادل اطلع بره. بره؟ مش هتطلع بره. انا اسف. اسف على ايه؟ مش قبل ما اخد حقي. انا بيعجبني في قوتك. حقك ايه حقك؟ انا خدمت المحطه الفضائيه بتاعتكم ديت بما فيه الكفايه من حقي بقى اب واطلع للدنيا. امال ايه؟ طبعا بقول لك بيعجبني فيك شجاعتك. ايه حقك اللي انت عايزه يا عادل؟ بصراحه بقى انا عايز العب دور البطوله في الفيلم الجديد اللي انتوا هتنتجوه. والله الفيلم اللي انا هنتجه قلبي دليلي دليلي قصه حياه انور وجدي. عايز تاخد دور البطوله؟ عايز تلعب دور مين ان شاء الله؟ دور انور وجدي. لا والله. ما تنفعش. ليه؟ لان انور وجدي كان شعره ناعم وسايح. انت لا يا فندم يا فندم ده شويه سمنه وقطقوطه قطقوطه خلاص. والله العظيم. خلاص يا عادل اوعدك. متشكر يا فندم. اول ما تخرج من السجن هعمل لك تيست. سجن؟ طبعا سجن. ده انا هقطعك وهبهدلك وداخل عايز اخد حقي. سجن ايه يا فندم؟ يا راجل اتنيل. ليه انا عملت ايه؟ انت عارف اللي اتكلمته في الموبايل من شويه وضرب نفسه بالنار ده عمل ايه؟ عمل ايه؟ خسر القناه الفضائيه بتاعتي 7.5 جنيه. ايه؟ شوف انا ما برحمش. عارف فتحي اللي رميته بره وقال حرمت حرمت؟ أيوة. عارف خسر القناه الفضائيه بتاعتي كام؟ كام يعني؟ 5.5 جنيه. ايه؟ عارف يا عادل انت مخسر القناه الفضائيه بتاعتي كام؟ كام؟ 200,000 جنيه. عالجزمه! ده انا هقطعك يا فندم. خلاص انا مستعد يعني تخصمهم من مرتبي بالتقسيط. مرتب ايه يا شحات؟ انت بتقبض كام اساسا؟ 200 جنيه. يا سلام اخصم 200,000 جنيه من 200 جنيه تقعد تسدد فيهم 30 سنه. حقي وحقك. جا كسر حقك. طب خلاص خلاص ولا تزعل نفسك. انا مستعد ارد لك ال 200,000 جنيه على 4 شهور لو حبيت. ايه الفتاكه دي؟ على 4 شهور؟ طب انا موافق. ازاي؟ خلي مرتبي 50,000 جنيه في الشهر. اخرج امشي. انت بتستعبط؟ طب انا اعمل ايه؟ انا مش هتعملهم عليا؟ بقول لك ايه؟ نعم. انت قدامك حل من اتنين. ايه؟ يا السجن يا تعمل اللي هقول لك عليه. انا مستعد لاي حاجه. طيب تعال. نعم. انت بتشتغل ايه في المحطه الفضائيه بتاعتنا؟ مؤلف. مؤلف ايه؟ اغاني ومسلسلات افلام. سيبك من المسلسلات والافلام المضروبه اللي بتكتبها دي. حاضر. خلينا في الاغاني. ايوه. انا عايزك تالف لي اغاني شريط. بس كده؟ لا مش بس كده، لسه في حاجه ثانيه. ايوه. وهدي لك الفرصه انك انت اللي تغنيه. كتر الف خيرك. شفت انا لطيف ازاي؟ لا حضرتك طول عمرك طيب. عندي شرط واحد بقى. اشرط اؤمر. الاغاني اللي انت بتالفها دي لازم وانت بتالفها تخليها اغاني مسفه. عايزك تبتذل، عايز اغاني هابطه. مستحيل. يعني ايه مستحيل؟ انا بحترم فندي. طز فيك وفنك، فنك ده هيدخلك السجن. هتعمل اغاني هابطه الناس كلها هتشتري الشريط. الناس خلاص ما بقتش عايزه تسمع اغاني حلوه ولا طرب، عايزه اغاني هابطه والشريط هيبيع كتير جدا. تسدد اللي عليك ويا دار ما دخلك شر. فكر قول. ها السجن ولا تعمل كده؟ يعني هو ده اللي هيجيب فلوس؟ هو ده اللي هيجيب فلوس. هو ده اللي بيعجب الناس؟ هو ده اللي بيعجب الناس. حاضر يا بيه. ها هسف. برافو. هبتزل. هايل. هبيع القضيه. ممتاز. هغني اغاني هابطه وهقول لك نكت قبيحه. هتقول لي نكت قبيحه؟ تحت امرك يا باشا. بسمتك حبيبي عادل. انا بموت في النكت القبيحه. قول لي واحد بس قبيحه. حضرتك اللي قلت قبيحه. ايوه. قول قبيحه. ايوه. طيب قول. مره واحد من اياهم قابل واحده من اياهم. يا سافل يا سافل. بقوا اتنين من اياهم. حضرتك اللي قلت. ايه السفالة دي؟ ده انا اتكسفت موت. مش تراعي ان في ستات قاعدة؟
شد حيلك شوية. حاضر بيه. ما تستعبطش. حسف يا ناس. افتكر السجن. ابتزل يا اوه. يلا تعالوا خشوا لي تعالوا كلكم. عايزين نساعده عشان يسف ويبتزل ويعمل شريط هابط يجيب فلوس ونخلص منه. يلا يا عدول شد حيلك وانا بنفسي هقدمك. انا عزب شديد صاحب المحطة شخصيا. هقدمك على الهوا كده قدام الناس واقول ايها السادة موعدنا الان مع المطرب المسف. المطرب المبتزل. مطرب البيجوهات. مطرب الميكروباصات. الفنان النجم عادل رافض. مزيكا. قسم يا معلم. يا عين. يا مناخير. يا ودن. ونحدى لماذا. لماذا. يا خد رقبة ازازة. ازازة. انا هبقى في اللزازة. والناس ما تهمنيش يا. يا ليل هبطل السجاير واشرب بانجو حشيش ومن اول يناير هديها وما اخدشيش هبطل السجاير واشرب بانجو حشيش ومن اول يناير هديها وما اخدشيش ايه او رقصوني وعيالي دول ثوابت هرميهم في الملاجئ واتعايق على الخلايق وابقى به وقيمة او رقصوني او لعلعوني وجوزوني وطلقوني هيقولوا الفن ضايع وتهزقني الصحافة انا بعمل فن متعبنا من السقافة والله لملى الشرايط بكلام اسفاف وهارد يا عم قول يا باص ده الفن في القرافة والسوني سوني واللولي اللولي او جوزوني او طلقوني
يا راجل بلاش الكلام ثاني. ايه اللي بيحصل ده؟ ايه اللي بيحصل ده يا اخوانا؟ القنابل ولا الهوا؟ طب انا بص بقى اعمل لك خطه. هتعمل لي ايه؟ خطه. يلا يا جوهري العب. خطه اربعه رجاله معاك يا باشا. خطه اربعه. خطه اربعه. هكونه بطاطا بو. هكونه بطاطا بو. نفس الخطه اللي لعب بيها الجوهري. انا عارف بس هو فضله هكونه هكونه لغايه ما طاطا بعيد عنك. دمرنا هناك. نفس الخطه. حرام. والله حرام اللي بيحصل. ماشي ولا لسه مش نافع معاك الخطه دي؟ ولا الهوا. طب انا بقى هطلع لك طلعه سريه من بتوعي. اذا كان انت اساسا سر طلعت ايه اللي هتطلعها سريه؟ انا مش فاهم. بس انا ممكن اعمل معاك احلى نمره. نمره يا ابني؟ انت معكش بطاقه اساسا عشان تعمل. انا معيش بطاقه يا ناسا. انا ما بحبش بقى اتخانق مع جندوفلي عشان كده. شفت الجندوفلي خناقه وحش. بسم الله الرحمن الرحيم. يا رب تصرني عليك. انت بتتخانق مع ابو جهل في ايه اللي. يا رب انا مش مؤثر في حاجه. هتاثر في ايه اكتر من كده؟ ارجع مكانك يا رجاله. الناس دي عايزه تقطع لساننا عشان بنقول كلمه حق. بس لو انتوا سكتوا انا مش هسكت. وانا في داكو كلكم. وهعيش واموت في داكو كلكم. والله عار. والله عار يا سوناس. ما انت عايز تحرجني وسط الكليه. خليك في حركه يا كمال. ليه؟ انت خلاص اتخرجت وبقيت معيد. سيبنا نشوف مصلحتنا يا كمال. انت بتحقد عليا عشان اتخرجت بقيت معيد بكفاحي وعلي ودموعي. بالكوسه يا كمال. رئيس القسم اللي كنت بتنظف شقته وتشوف طلباته كان بيديك امتحانات يا كمال. ها وبعدين هي دي مذاكره اللي كنت بتذاكرها؟ تقعد طول الليل على المذكرات زي ما كانت التصوير. أيوة. تاني يوم الصبح في اللجنه ترص اللي انت صميته في ورقه الاجابه. أيوة. هو ده تعليم يا شباب؟ هو التعليم حشو دماغ يا شباب؟ يا سلام. طب قول لي ايه هو التعليم يا فندم؟ انا اقول لك يا كمال. قولي. التعليم عمره ما كان عافيه. أيوة. التعليم لازم يكون بالود، بالحنيه، بالاقناع. ثبت في اخر الدراسات النفسيه على الطلبه ان التعليم ما هو الا علاقه رومانسيه ما بين الطالب والمزه. الايه؟ الماده. الطالب. الطالب والماده. الماده. الماده. الطالب يبص للماده، الماده تبص له. الطالب يضحك للماده، الماده تضحك له. اسمك ايه يا ماده؟ بنزين. أنا اسمي كبريت يا مادة بعيد عنك. البنزين والكبريت يقعدوا يذاكروا مع بعض، وأول ما يحصل الاشتعال ينجح الطالب في المادة كمان. يا عم بنزين إيه وكبريت إيه؟ إحنا في مرقص قدر الموقف. يبقى تقول لي ليه؟ ليه؟ ليه رئيس الجامعة لازم يبقى الأستاذ الدكتور البروفيسور و40 لقب قبل اسمه؟ ليه ما يبقاش واحد من الطلبة عشان يحس بمشاكلهم؟ طب إزاي؟ عايز الأستاذ الدكتور العميد يبقى طالب زيكم؟ إيه المشكلة يا بني آدم؟ تقدر تقول لي مثلا مين عميد كلية آداب جامعة طوكيو؟ طالب من حقوق تايوان. تقدر تقول لي مين عميد كليه التربيه الرياضيه في فرنسا؟ مين؟ زين الدين زيدان يا كلب. 65 مليون دولار وانت ما تسواش دولار واحد بقميص نومك الاحمر ده يا راجل. بس انا صاحبك يا مفتاح. كنت صاحبي. كنت صاحبي لما كنت طالب زيك زي دلوقتي. انت عميل جاسوس لهيئه التدريس وبتبلغهم بنشاطنا السياسي في الجامعه. انا خاين مفيش مشكله بس انا صاحبك. عمرك ما كنت صاحبي ولا شرفني. ايه رايك؟ صاحبك من حد دلوقتي وجاي يقول لك خبر يفرحك. عمرك ما قلت حاجه تفرحك يا كمال. ايه اللي هتقوله يفرحك؟ جربني يعني. المره دي. جربني المره دي. اجربك المره دي؟ مف صاحبك هيخطب. مدهور في داهيه وانا مالي اخطب ولا اتحرق. انا دلوقتي عندي سياسه ومظاهرات مش فاضيه. البنت حلوه حلوه. هتبص لك انت ازاي؟ البنت بتموت في دباديبي. بأمرت ايه ان شاء الله؟ اقول لك انا. البنت تشوفها جايه من بعيد تقول ايه الحلاوه دي؟ حلوه. حلوه ايه؟ 30% قشطه، 40% زبده، 50% زبادي. اه دي 100% بقره طبعا. انا بقولها. انت بتكلمني عن مزرعه البانيا يا كلب. ارجع. ارجع بلاش كلام فارغ. احنا جوانا رغبات مكبوته عايزه تطلع. كل الشباب دي جواها رغبات مكبوته. حتى رجالتكم جواها رغبات مكبوته وحاسبت لك. فتر. انت عايز ايه ولا مش انت ياض؟ انت أيوه. تعالى. أيوه. مش ده القائد بتاعك؟ أيوه. مبهدلك ولا لا؟ أيوه. ممرمطك ولا لا؟ أيوه. جواك رغبه مكبوته انك تلسعه كارت ولا لا؟ ايوه. نفذ الاوامر. أوه. انت أيوه. مش ده القائد بتاعك؟ أيوه. مبهدلك ولا لا؟ هموتك. ممرمطك ولا لا؟ جواك رغبه مكبوته انك تطلع عين. اضرب ده اقصر. يا رجاله. ايوه. جواكوا رغبات مكبوته. ايوه. طرقعوا لبعض يا شباب. بص بقى. أيوة. هم يخلصوا على بعض. وانا وسعادتك نتفاهم. أوه. بص يا باشا. احنا جوانا رغبات مكبوته. أيوة. عندنا شويه طلبات هتنفذها هفض المظاهره، مش هتنفذها هولع لك في الجامعه. ايوه. ايه الاحمر اللي تحت الميري ده يا اكسلانس؟ ده بادي. ده بادي وفخور قوي انك لابس بادي. ايوه طبعا. ايه رايك يا باشا ان انا عايز اغير سياسه العالم لان اللي بيحصل اليومين دول مش عاجبني. غلط يا ولاسه. هغيرها. مش هينفع. هغيرها. هتموت يا ولاسه. اللي عندك اعمله. يا جدعان اضربه بالنار. قبل ما تضرب بالنار لازم تفكر شويه لان انا مش لوحدي. انا معايا رجاله زي الفل. ويا نعيش احنا الكل. يا تموت لوحدك. اموت لوحدي بعد المرمطه ده؟ انتوا عيال واطيه قوي يعني. انا مبهدل.